المصرية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمنح نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى أوائل خريجي الجامعات المصرية للعام الجامعي 2013-2014. وقال الرئيس خلال تكريم أوائل الجامعات بجامعة القاهرة إن الجامعة للتعليم أن الجامعة للتعليم وليست للسياسة، ومن المفترض ألا ينجرف الشباب نحو أي جامعات مضللة لأنها أصبحوا ناضجين ويمكن لهم قيادة البلاد. واستجاب السيسي إلى دعوة الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي لتنظيم احتفالية لتكريم الطلاب الأوائل سنويا بحضور الرئيس. للتعليق على هذا الخبر معنا على الهاتف الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم. السلام عليكم أستاذ رفعت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا فندم وكل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة. أستاذ رفعت، يعني قيمة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم أوائل الطلبة والطالبات وشعور الطلبة أن الدولة المصرية تهتم بالعلم والمعرفة وتشجعهم حتى يستطيعوا أن يكون عناصر نافعة في المستقبل بعد ذلك. لقد شرفت أنا شخصيا بحضور هذا الاحتفال أمس، وكنت سعيد بهذا الاحتفال لعدة أسباب. نمرة واحد، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يكرم رئيس الدولة ويحتفي بأوائل خريجين بالجامعات المصرية. نعم. وهذا تقليد زي ما حضرتك أشرت سيتكرر كل عام مع نهاية كل سنة مع إعلان نتائج الطلاب في مختلف الجامعات المصرية. نمرة اثنين، عندما قرر الرئيس أيضا عبد الفتاح السيسي على الهواء مباشرة مضاعفة عدد البعثات الخارجية لشبابنا من المتميزين للحصول على الماجستير والدكتوراه في الخارج ونقل الخبرات الأجنبية للداخل. نمرة ثلاثة، ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في هذا اللقاء من أن المجالس المتخصصة التي سيتم الإعلان عنها التابعة لرئاسة الجمهورية سيكون 50% منها من الشباب. نعم. نمرة أربعة، عندما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المرحلة المقبلة تحتاج لسواعد أبناء مصر من شبابها من المتعلمين والمدربين تدريبا جيدا حتى تنهض مصر بشكل جيد. نعم. ولهذا أكد على أهمية التعليم والتعليم والتعليم والبحث العلمي أيضا. نعم. نمرة خمسة، عندما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا على أهمية التعليم الفني، ولهذا تتجه الدولة إلى إنشاء ما يسمى بوزارة للتعليم الفني لتنهض مصر مثلما نهضت معتمدة على هذا التعليم الفني وخريجي دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وغيرها. الجزء الأخير الذي سعدت به أيضا هو تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسالته لكل شبابنا وطلاب الجامعات قبل بدء العام الجامعي بأن يكون اهتمامهم بالتعليم والبحث العلمي والاستذكار والتجويد في وعدم الانساق لأي جامعات ممكن تعكر صف وسير العملية التعليمية. ليه؟ لأن حضرتك للأسف هذه الجامعات المتطرفة بتراهن على الجامعات أن تقتطف منها بعض أبنائها وتغيب عقولهم باعتبار أن الجامعات أكبر تجمع بشري. بالزبط. وفي مرحلة عمرية يعني يسهل على هذه الجامعات أن تغيب بعض الطلاب عن الحقيقة، ولهذا يتحولوا بدون وعي إلى طلاب يخربون في جامعاتهم أو في بلدهم دون وعي ويفيقوا بعد ذلك، لكن بعد أن يكون الحابل وقع في النابل كما يقولون. أعتقد أنها كانت رسالة واضحة للجميع، للمجتمع، لقيادات الدولة، لأبنائنا الطلاب، أن مستقبل مصر هو بالتعليم والعلم، وسيكون اهتمام الدولة وفي مقدمة هؤلاء أو هذه القيادة رئيس الدولة بشبابنا حتى يكون هناك فرص عمل لهم، كما أكد أن المشروعات القومية الكبرى معظمها ستكون من للشباب. صح. وليعملوا فيه حتى نقلل عن حجم. بنتمنى يا رب أن يكون عام هادئ، عام مكلل بكل نجاح والتفوق لإخواننا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية. بشكرك جدا الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك يا فندم.